السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة سنة أولى كمبيوتر برعاية موقع تعلمه www.تعلمه.com. فكرة وتقديم محدثكم إبراهيم عبد الحميد، مونتاج وإخراج أحمد شفيق ندى، دعاية وتسويق زهرة الفردوس، من غمر المنصورة مصر. أرقام التليفونات 016-50-47-329 او 017-522-796. الايميلات learnonline1@gmail.com او fairogroup@yahoo.com او fairogroup@hotmail.com. مدونة السلسلة www.onefirstyear.blogspot.com. الحلقة بتاعتنا بتاعت النهاردة حلقة مفيدة جدا، هدفها لحد ما الخروج برا السلسلة، يعني بمعنى ادق ان مش هدف السلسله ان الناس تتنيها تتابعها، يعني مش ما فيش هدف احتكاري او فيش هدف ان انت لازم تتنيك تتفرج على السلسله ولازم تتنيك تتفرج عليها ولازم تتنيك تسمع الشرح بتاعي، لا ما فيش حاجه اسمها كده. هدف السلسله اصلا الخروج بره ده اللي هو رؤيه اوسع واسمى، ان المهم ان الناس تتعلم، والمهم في التعليم المزاج، المهم في التعليم ان الواحد يتعلم بمزاجه وبرؤيته وبظروفه وبحياته، يعني ان كل واحد المهم ان هو يتعلم بس بطريقته، فدي حاجة مهمة او كنت عاوز انبه عليه. فالحلقة بتاعتنا بتاعت النهاردة اسمها ازاي اتعلم كمبيوتر من على الانترنت، سواء بسنة اولى كمبيوتر او من غير سنة اولى كمبيوتر. يعني لسبب ما سنة اولى كمبيوتر وقفت، اتعطلت، حصل لها مشاكل، حصل مشاكل ادارية، حصل لنا مشكلة شخصية، مفيش حد يسجل، عندي امتحانات، عندي شغل، اي حاجة، فالسلسلة ممكن تتعطل. في نفس الوقت انت بتكون محتاج تتعلم كمبيوتر او تنمي مهاراتك في الكمبيوتر، طب ايه الحل؟ كمان السلسلة بتحاول توفر حل البديل ليه، لان احنا او انا عن نفسي مؤمن بالمنافسة قوي، ان لو حد تاني عمل سنة اولى كمبيوتر تانية، وحد تالت عمل سنة اولى كمبيوتر تالتة، وحد رابع عمل حاجة خمسة وستة وسبعة وتمنة، كل الحاجات ديت في الاخر هتخدم بعض. في الاخر الفايدة للمستخدم العربي ان هو مستواه يرتقي، وان اللي عايز يلاقي المعلومة هيقدر يوصل لها، بل ان هدف الاكبر ان المعلومة كمان مش ان هو يقدر يوصل لها، لا هي اللي توصل له. يعني لو هو بحث بسيط جدا يلاقي المعلومة وصلها له. عشان كده هدف من اهدافي ان سنة اولى كمبيوتر تكون موجودة على اكبر كم ممكن من المنتديات العربية او من المواقع العربية، وعشان كده انا على استعداد للتعاون مع اي جهات تنشد خدمة المستخدم العربي. نبدأ بقى في الحاجات. انا اخترت 10 حاجات محدودين لتعلم الكمبيوتر من على الانترنت. طبعا وارد ان يبقى في حاجات تانية، وارد ان يبقى في حاجات احسن، وارد ان يبقى في حاجات اقوى، عادي، بس انا بقول 10 اللي انا اعرفهم او 10 اللي انا برجع لهم. السلسلة الى حد ما يمكن بتعبر عني شخصيا وبتعبر عن استخدام الكمبيوتر شخصيا. من الوارد طبعا انا بحاول ان انا اراعي استخدامات الناس التانية اكيد، بس قصدي ايه، بتعبر عن رؤيتي. يعني انا شايف ان 10 دوت هم افيد 10، في واحد تاني لو عمل حاجة تانية هيجيب 10 تانيين، في واحد تالت، في واحد رابع، في واحد خامس، كل واحد يعمل اللي هو شايفه. طبعا لو اي حد عايز يتعاون مع سنة اولى كمبيوتر، الايميلات والموبايلات قدامه، ويتصل ويتعاون ايا كان صوت التعاون ما بيني وما بينه. اول طبعا وسيلة لتعلم الكمبيوتر، نخش في الدرس بقى. اول وسيلة لتعلم الكمبيوتر هو جوجل. جوجل ده يعني نقدر نقول عليه كنز، مش عشان حاجة، عشان هو محرك بحث شاطر، وعشان القائمين عليه ناس عندهم مرونة متناهية. بمعنى ان هو هدفهم المديرين او مش مديرين، مؤسسي شركة جوجل الاثنين اللي اسسوها، واحد منهم لما يجي يكلمك عن جوجل يقول لك ان احنا هدفنا ان في يوم من الايام انك كأنك بتكلم جوجل، كأن جوجل ده شخص، فتقدر توصف له الحاجة اللي انت عايزها بالظبط بالظبط قوي، ويجيبها لك في اول نتيجة، بحيث ان هو قلل تعبك ومجهودك، مش يجيبها لك في اول صفحة ولا يجيبها لك في اول صفحتين ولا ثلاثة، لا، الحاجة اللي انت عايزها تقدر توصلها باقل مجهود. فالشركة اللي هدفها كده وطموحها كده لازم تكون شركة قوية. فجوجل هو اول مصدر للتعلم من على الانترنت. تدخل على جوجل تكتب W، لو فرض انك فتح صفحة تانية غير جوجل، www.google.com
سي او ام، طبعا الدوت اللي هي حرف الزين، وبعدين انتر. كده انت دخلت على جوجل، كويس. بعد ما دخلت على جوجل هعمل ايه بقى؟ اكتب اللي انت السؤال اللي انت عاوز تعرفه. يعني انت وارد انك تكون قاعد على جوجل، و يعني قصدي وارد انك تكون قاعد على اي برنامج وتكتشف ان حاجه معينه مش ما بتعرفش تشتغل عليها. مثلا واحد بيكتب حاجات في الهندسه او في اي حاجه، ولقى في الوسط معادله رياضيه، بيعمل بحث وفي الوسط لقى معادله رياضيه، فمش عارف يكتب المعادله الرياضيه ازاي، فيجي على جوجل كده ويقول كيف تكتب معادله رياضيه على الوورد، بيقول بحث. كيف تكتب معادلة رياضية داخل مستهدف، وبعدين يقوم فاتح الصفحة ديت وفاتح اللي جنبها، دي معادلة كيميائية كمان، كيف تكتب معادلة كيميائية بطريقة رائعة. المهم يدور لحد ما يشوف معادلة رياضية، معادلة رياضية تكتب معادلات حسابية. المنتديات المختلفة بقى يلاقي عليها كل واحد بقى يقول له ايه ازاي تكتب المعادلة الرياضية ديت على، طبعا النت عندي تقيل جدا، ازاي اكتب الايه، هنسيب الصفحات تحمل ونشتغل احنا. ازاي تكتب المعادله الرياضيه او المعادله الحسابيه دي زي ما انت سالت جوجل. هو ناس خطر ببالها نفس السؤال، او ناس خطر ببالها ان في حد محتاج اجابه على هذا السؤال، فاي سؤال يخطر في بالك اكتبه، اي كلمه تخطر في بالك اكتبها، اي حاجه عايز تعرفها اكتبها وجرب وشوف هيحصل ايه. لو طلعت نتيجه كويسه اهلا وسهلا، ما طلعتش غير صيغه السؤال. من الوارد ان اللي يكون كاتبه مثلا بالعاميه المصريه، فبدل كيف يكون كاتب ازاي تكتب معادله دي على الوورد. من الوارد ان هو كاتبها بطريقه تانيه، من الوارد انك تكتب معادله رياضيه بس، من الوارد انك تكتب الوورد بس، من الوارد انك تكتب تعليم الوورد، اي حاجه من الحاجات دي وارده. فانت تنيك شقلب، اعمل تبادل وتوافق كده ما بين الحاجات لحد ما توصل. هو واحد كاتب ازاي اكتب الكسور على الوورد والاعداد مرفوعه كده، فانت وارد انك تلاقي الايه الحاجات مكتوبه باكتر من صيغه، فتنيك بدل على جوجل. طبعا لو عايز تعرف، قلناها قبل كده اكتر من مره، لو عايز تتابع السلسله دايما من على جوجل سهله قوي. سنه اولى كمبيوتر هتلاقي على المنتديات العربيه المختلفه سنه اولى كمبيوتر موجود. مقدمه سنه اولى كمبيوتر على العاب هاردوير، سنه اولى كمبيوتر، منتديات شباب الخير، ومش اتعلم الوورد في ساعه، صاله كمبيوتر اول ما وصل على العربيه، تعلم الكمبيوتر بالصوت والصوره، الاكونت بتاع الفولد شير ممكن نفتحه ونشوف هو جايب ايه. تقريبا جايب الكتب. صاله كمبيوتر، صاله كمبيوتر، هتلاقي كل الصفحات ديت فيها سنه اولى كمبيوتر. كويس كويس جدا. يبقى دي اول حاجه، ممكن اكتب السؤال اللي انا عاوزه، ممكن لو انا عايز اتابع السلسله اكتب صاله كمبيوتر. طب ممكن اكتب حاجه ثانيه، حاجه عام، اكتب تعليم كمبيوتر، قولوا انتوا. طبعا الصفحات اللي انا فتحتها اتحميت اهي، هنا بقى هيقول لي ازاي تكتب البتاع، هيقول لي انا عاوز اعلمكم ازاي تكتبوا في الوورد. ففي حاجه اسمها الايكويشن اديتور في قلب الوورد، بنجيب الايكويشن ده ازاي من قائمه انسرت، بنضغط على انسرت، بنضغط على انسرت اوبجكت، وبعدين نختار من انسرت اوبجكت بيفتح لنا نافذه كده، بنختار منها مايكروسوفت ايكويشن 3. من مايكروسوفت ايكويشن 3 دي بيديني خيارات كتير جدا اقدر عن طريقها اكتب المعادله. بس كمان هنا كيف كتابة معادلات الكيميائية، كذلك بتقوم فاتح انسرت انسرت اوبجكت مايكروسوفت كده، وكمان في باستخدام برنامج الماس تايب. فايه الناس بتعلم بعضها، فانت ممكن تستغل الموضوع ده وتستفيد بيه اكبر استفادة ممكن. طيب اضافت من مايكروسوفت اكويشن انسرت اوبجكت، كتب نفس الكلام، كيف تكتب معادلات حسابية في الوورد، وده حاطط ملف هتشترك على المنتدى ده عشان تعرف تحمل المرفق، ملفات المرفقه ديت تسجل هنا في قلب المنتدى وتشتغل. ده الاكونت بتاعي. طبعا هنا ايه كتب سنه اولى كمبيوتر، فانا بعد ما وصلت لكتب سنه اولى كمبيوتر عايز اوصل بقى للصفحه الرئيسيه بتاعه سنه اولى كمبيوتر، اجي من هنا واقول له سنه اولى كمبيوتر اهي، يعني اضغط على كلمه سنه اولى كمبيوتر من هنا،
يقوم لما اضغط عليها يفتح لي الصفحه الرئيسيه بتاعت سنه اولى كمبيوتر بحيث اشوف كل جديد. ده المكان الوحيد اللي هتلاقي عليه كل جديد لسنه اولى كمبيوتر، يعني اول مكان بيترفع عليه هو ايه البطاقه اللي انا جبتها لك ديت اللي هي الفولدر اللي احنا هنشوفه حالا اهو، ده هو المكان الرئيسي لسنه اولى كمبيوتر. فده لو عايز تشوف سنه اولى كمبيوتر. تاني حاجه ممكن تكون عن طريق طبعا تعليم الكمبيوتر، لان الموسوعه العربيه للكمبيوتر والانترنت دوس متكامله في تعليم الكمبيوتر مش عارف ايه. يعني ايه ويندوز؟ الفيديو بتاعي يعني ايه ويندوز جاي في تعليم كمبيوتر اهو بتاعنا، الفيديو بتاع السنه الاولى كمبيوتر بتاعنا تعليم ويندوز، تعليم كمبيوتر المبتدئين، كل الحاجات ديت لو دخلت عليها تلاقي ناس شارحه فيديو وناس شارحه بالصور وناس شارحه كتابه، كل واحد ايه الانسب بالنسبه لك اختار. تاني مصدر يبقى ده اول مصدر جوجل، وقلنا ازاي نتعامل معاه. تاني مصدر يوتيوب، يوتيوب انتر زي ما قلنا اهو سنه اولى كمبيوتر خطوه نحو اول موسوعه لتعليم الكمبيوتر بالفيديو، اول موسوعه عربيه لتعليم الكمبيوتر بالفيديو اهو. دي قدامك سنه اولى كمبيوتر النهارده، وهنا قدامك الفيديوهات، عايز احمل اي فيديو بضغط على الايه على السهم ده يقوم فاتح لي صفحه جديده في قلبه الايه الفيديو اللي انا عاوزه. كويس، عايز اعرف الفيديو متحمل كام مره ببص على الرقم اللي قدامه، في فيديوهات جديده في فيديوهات قديمه في فيديوهات متحمله 200 مره في فيديوهات متحمله 10 او 9 مرات عادي، ده كله موجود ومتاح. كويس، اقوم قافل انا ده بقى واقوم قافل ده ونركز في اليوتيوب. ده اليوتيوب طبعا ما جاش اليوتيوب نفسه في اول نتيجه لان انا كاتبه بالعربي، فاقوم كاتبه مثلا بالانجليزي يوتيوب. ادخل بقى على اليوتيوب، اليوتيوب ده اشهر موقع للفيديوهات في العالم، فانا لو ضغطت عليه اكيد هلاقي فيديوهات تعليم الكمبيوتر حاططها ناس عرب، كذلك لو انا اجيد الانجليزيه ممكن اكتب بالانجليزي. طبعا مش محتاجه تنبيه ان احنا الحاجه نفسها لو كتبناها بالعربي كتبناها بالانجليزي هتطلع نتائج مختلفه، فاحنا نراعي الموضوع ده. انا اكتب برضو تعليم كمبيوتر، اقول له سيرش اهو ده تعليم كمبيوتر، ابص بقى في تعليم الكمبيوتر وازاي شغال يعني ايه ويندوز و او ناس حاطه الحلقه بتاعت يعني ويندوز وحلقه مقطع بتاع تعليم كمبيوتر ده، وبعدين ده دروس في الشبكات ومش عارف ايه. اه طب انا عايز تعليم برنامج كذا مثلا، اقول له تعليم برنامج الوورد، طبعا اليوتيوب دلوقتي بيعمل لي قائمه كده بالسجيشنز اللي هي الاقتراحات، يقول لي ايه عايزك تتعلم الحاجات اللي هي ممكن تكون انت بتدور عليها. مايكروسوفت وورد اهو مجموعه حلقات هنا معمول بلاي ليست يعني قائمه فيديوهات بتشتغل كلها مع بعضها، واحد بيخلص تاني بيخش وراه، واحد بيخلص تاني بيخش وراه كده. وفي هنا فيديوهات منفصله، يبقى الفيديوهات لما تلاقيها مرصوصه بالشكل ده يبقى ايه بلاي ليست، انما هنا الفيديوهات محطوطه عادي تقدر تخش بقى وتتفرج على حلقات شرح الوورد المختلفة وت ايه سلسلة يلا نتعلم اي سي دي ال وكده. خلاص، اي بقى سلسلة بالشكل او اي برنامج عايز تتعلمه ممكن تقول له شرح برنامج كذا، تعليم برنامج كذا، اي حاجة تكتبها على اليوتيوب كأنك بتبحث بالظبط على جوجل، بس الفرق ان اليوتيوب هيحط لك ايه كفيديوهات، فتبقى ضامن من الاول انها تطلع فيديوهات. كويس جدا، نقفل ده. بعد كده نيجي لتالت مصدر مصادر التعلم، وهو منتدى جامد جدا يعني نفخر كعرب ان هو موجود عندنا، اللي هو طبعا منتدى عرب هاردوير. ده منتدى جامد جدا، لو انا عايز اتعلم كمبيوتر تعليم اكاديمي هيساعدني جدا، يعني اتعلمه تعليم اكاديمي يعني اخد شهادات فيه واتعلم واتدرب وهل وابقى مهندس كمبيوتر كمان او مهندس شبكات او اشتغل في البرمجه او اشتغل في اي حاجه، هلاقي ناس كتير تساعدني وناس كتير ترد على استفساراتي وناس كتير تحط لي كتب وتحط لي وسائل تعيني على التعلم في عرب هاردوير. ده منتدى مهم جدا، اكتب عرب هاردوير على جوجل يطلع لي اول نتيجه. تاني حاجه منتدى قوي جدا والناس اللي عليه يعني عندهم خبرات رهيب، منتدى المشاغب، اكتب المشاغب على جوجل ونطلع لي المشاغب ده عرب هاردوير، اسجل في المنتدى زي ما اتعلمنا ازاي نسجل قبل كده، وابدا اشارك في المنتدى واكتب الاسئله اللي انا عاوزها او كده. هلاقي المنتدى فيه حاجات ممتازه جدا في الهاردوير اهو في الاول، وبعدين هيخش في السوفت وير يعمل مجموعه من ده برضو. بعدين قسم اقسام الشهادات العلميه دي بقى ايه ملهاش حل، هتلاقي كتب في الشهادات بتاعه سيسكو والشهادات بتاعه كومتي والشهادات بتاعه مايكروسوفت والاي سي دي ال والاي سي 3، هلاقي حاجات يعني ممتازه جدا هتفيدني في تعلم
كل اللي انا محتاجه في الكمبيوتر. لو بتواجهني اي مشكله او اي حاجه الاقي هنا في عرب هاردوير، لو هي مشكله عرب سوفت وير، لو هي مشكله سوفت وير ممكن اكتبها لهم. لو هي في الهاردوير هلاقي في قسم اصلا المشاكل والحلول، لاقي في اصلا مجموعه مشاكل قائمه جدا وحلولها. وكمان ابص في الحاجات لو انا عايز اعرف يعني ايه اللوحه ام، المذر بورد والميموري والمعالج والبروسيسور والكلام ده، وازاي اكسر السرعات، وازاي ابرد الكمبيوتر، وازاي كل الكلام اللي انا بتاع المكونات الماديه للكمبيوتر ممكن اتعرف عليه من هنا واتابع كل جديد فيه. منتدى المشاغب ده موقع المشاغب طبعا. فانا لو دخلت هنا الاقي منتديات المشاغب، اخش بقى على المنتديات هلاقي منتدى برامج مشروحه مثلا. طب انا عايز حاجه في الهاردوير، طب انا عايز حاجه في البرمجه، طب انا عايز حاجه في الشبكات، الحاجه اللي حسب ما انا محتاجها. بس اخش على برامج المشروع ده منتدى المشاغب زي ما قلنا، هلاقي طبعا فيه جديد الدروس، ولاقي فيه استفساءات، ولاقي فيه حاجات جامده جدا. كمان هلاقي فيه مجموعه من الايه من البرامج، مكتبه البرامج، ومحطين بعض البرامج الجديده، والاقي فيه اذا كان فيه شروحات او الاقي فيه اي حاجه متعلقه باللي انا محتاج اشتغل عليه. ده البرامج اما قسم البرامج المشروع. اخش بقى للبرنامج والاقي مشروع مثلا بالصور او معمول كتاب او اي حاجه، الاقي برامج جامده جدا وشروحات ممتازه للغايه. انا يعني عن نفسي بستفيد منها وبتعلم منها لحد دلوقتي، وكل ما احتاج حاجه اخش على المنتدى ده. في ميزه كمان في المنتدى ده، ان الناس اللي موجوده عليه او الناس اللي بتابعه ناس مستواهم عالي قوي في مختلف الحاجات. فانت لو عندك سؤال وحطيته في المنتدى ده يعني بتلاقي اجابات احيانا كتير جدا بتكون اجابات وافيه. يعني انا عايز سؤال في برنامج من البرامج وجيت كتبته في القسم، طبعا القسم المناسب اي مكان، مثلا دخلت على قسم الهاردوير والصيانه فقلت له انا عندي مشكله مثلا ان البروسيسور بيسخن او ان الجهاز بيعمل ريستارت، فهيساعدني في ان انا الاقي حلول للمشكله ديت. وهكتب انا جربت الحاجه الفلانيه ما نفعتش، فيرد عليا يقول لي كذا. هلاقي ناس متابعه وهلاقي ناس مستواها قويه جدا، مستوى قوي جدا في الموضوع ده. يبقى زي ما قلنا هلاقي ايه السؤال بتاعي له اكتر من اجابه، ومن اكتر من شخص، ومن اكتر من بلد، وناس متابعه جدا المواضيع ديت وشغاله فيها. فمن اهم مميزات منتدى المشاغب موضوع الاسئله وموضوع الخبرات اللي موجوده فيه. كذلك من اهم مميزات منتدى عرب هاردوير الشهادات والناس اللي عليه وعقليتهم، وان هم صراحه يعني فخر لكل عربي ان يكون عندنا ناس بالمستوى الراقي ده في المنتديات اللي زي دي. طبعا ده انا بضرب مثل بمنتدى او اتنين، ده على سبيل المثال للحصر يعني، المنتديات اللي انا بتعامل معاها او اللي انا عارف. من الوارد ان يكون في منتديات احسن منها اكيد، فمش عايز حد يزعل مني ويقول ان انت قلت في السلسله كذا وسبت كذا. لا انا مش قصدي كده، انا قصدي ان انا بضرب مثال بمنتديين من المنتديات القويه جدا لها ترتيب عالي عربيا، والمنتديات المتميزه في نفس الوقت. نقفل بقى اللي احنا فتحناه وبعدين نخش على حاجه الوسيله الخامسه. يبقى احنا قلنا لحد دلوقتي جوجل واليوتيوب وعرب هاردوير والمشاغب. بعد كده الوسيله الخامسه تعلم الكمبيوتر، مدونه بس مدونه ممتازه يعني، نسال الله الخير لكل للقائم عليها. مدونه ايه؟ انا عربي، مدونه ممتازه انا بستفيد منها عن نفسي. دي مدونه انا عربي، مدونة متميزة جدا عليها مجموعة دروس في الاي سي دي ال وغيرها والفيسبوك والانترنت وغيره وغيره وغيره. مجموعة دروس متميزة جدا، وما شاء الله الاستاذ الفاضل ياسر ابو العلا القائم عليها ما شاء الله يعني متابع وبيحط دروس قوية جدا او لا، وعامل لها جروب على الفيسبوك ويعني ما شاء الله. او ياسر ابو العلا انا اكتر من مره الاقي واحد بيطلب من شخص انه يعلمه يعمل ايميل او يعرفه ازاي يتعامل مع الانترنت، وكنت بتغاظ قوي لان معظم اللي بيطلب منه حاجه زي كده بيحب يعمل فيها بيل جيتس او بيحب يفيد نفسه او. فقررت ان انا اعمل مدونه تعليميه اتعلم الكمبيوتر من البدايه خالص، وشرح بسيط بالفيديو عشان ما حدش يتذلل لحد. وبرضه نفسي يبقى المستوى بتاع المستخدمين العربي للانترنت اكبر من حالي بكتير، لان ده هيفرق في حاجات كتير. مش هطول عليكم، دي اول مدونه ليا والاول مره احاول اعمل حاجه كده، فيا ريت ما تاخذنيش لو المدونه على قد الحال، بكره تكبر. ده ايميلي لو حد محتاج حاجه يسال، وكاتب الايميل بتاعه.
طبعا ربنا يبارك له يا رب ويبارك فيه يعينه على عمل مدونة بالمستوى المحترم ده، يعني ما شاء الله حاجة محترمة جدا، عامل حتى الناس اللي بيدخلوا على المنتدى والإحصائيات وكده، وحاطط استفتاءات. انت عرفت المنتدى المدونة ازاي؟ مع مدونة ممتازة تقدر تتابعها وتشوف الدروس اللي عليها من هنا مثلا، اهو تخش بقى برامج المحادثة، وكمان مصنف لك الدنيا اهو، مادة الوورد ومادة الباوربوينت ده لو انت في الاي سي دي ال، لو انت عايز مثلا في الشات بروجرامز او في اي برنامج في فوتوشوب داخل في فوتوشوب ما شاء الله، ومقالات ممتازة جدا ومواقع هو شايف انها كويسه كده يعني. فانت لو دخلت عليها هتلاقي حاجات ممتازه جدا على مدونه ايه انا عربي، وانا بساند بشده مدونه انا عربي، ويعني يعني افخر بان انا بتعامل معاها وان انا بستفيد منها لحد دلوقتي. بعد كده شغلنا احنا بقى، او المدونه المتواضعه جدا بتاعتي طبعا لا تقارن بالمره بمدونه استاذنا ياسر ابو العين، مدونه سنه اولى كمبيوتر، هي عنوانها قدامها www.onefirstyear.blogspot.com. فانا هكتب الموضوع ده هنا اهو، هاجي اكتب www.onefirstyear.blogspot.com. طبعا كتبت دوت كوم غلط، COM. المدونه دي انا عايز احط عليها برضو افلام السنه الاولى كمبيوتر، احط عليها الايه الحلقات فيديو، هو ده الهدف الرئيسي يعني، ارفعها على اي موقع جوجل فيديو او اليوتيوب او اي موقع، واحط هنا الايه الحاجات ايه فيديوهات هنا، بحيث يسهل على الناس اللي يقدروا يتفرجوا على الفيديوهات على النت ان هم يوصلوها دايما، وكذلك لو مش عايزين يعملوها داونلود ما يعملوهاش يعني، عشان موضوع الداونلود ده بيضايق بعض الناس، كما انه مفضل لبعض الناس، فهي لازم تكون موجوده في الصورتين، فهي تبقى موجوده على الفولد شير زي ما شفنا بالشكل اللي احنا شفناه، وكذلك انت ما عندك ملف مرفق اللي هو ازاي توصل حساب على الفولد شير لو كنت عاوز تعمل حاجه تانية، هتلاقي هنا وهتلاقي صفحه سنه اولى الكمبيوتر اهي، لو كنت عاوز تكمل حاجه سنه اولى الكمبيوتر اهي، فانت تاخد ده كوبي بيست وتحط هنا. طبعا احنا قلنا دلوقتي المصدر السادس للتعلم مدونه سنه اولى كمبيوتر، وعرفنا ان بنجيبها ازاي www.onefirstyear.blogspot.com. كويس، بعد كده خدنا اللينك كوبي بنحطه هنا بيست، نخش كده هنخش على الاكونت بتاعي تاني كده، يبقى دي تاني طريقه لان انا اوصل الاكونت بتاعي، بحيث ان انا ايه اوصل للفولدر بتاع سنه اولى كمبيوتر على الحساب بتاع الفولد شير، بحيث ان انا اسهل احط. طبعا الفولد شير اكيد في عيوب، اي موقع تشيرنج في عيوب ما لا خلاف على دي، بس الفولد شير انا بحب اتعامل معاه لان هو بيديني مساحه ثابته وبيضمن ان الفيديو يقعد كتير سواء اتحمل او ما اتحملش، او الحاجه اللي انا رافعها عليه تقعد كتير، وانا عملت يعني عدد داونلود كبير من خلال الفولد شير، فصراحه يعني مش هسيبه غير لو لقيت موقع بيديني مميزات اكبر. فيعني انا برد بس على الناس اللي بتقول انت بترفع فولد شير والفولد شير موقع ممكن الداونلود بتاعه يكون تقيل، ممكن يكون ممنوع في بعض الدول، حاجات زي كده، فانا برد على الموضوع ده وبقول ان الفولد شير موقع بالنسبه لي متميز. طبعا عايز يرفع السلسله ويوزعها ويحطها في المنتديات ويحطها في اي حته مفيش مانع خالص، عايز يوزعها على اصحابه وجيرانه وكده مفيش مانع خالص، اللي عايز يتفاوض على اي حاجه ماديه او ان هو يبيع السلسله او ان هو يحطها على اسطوانات او كده يتصل بيا ونتفاهم مع بعض على الامور دي. ده حسابي على الفولد شير، وده رقم 7 لمصادر التعلم المختلفة. كويس جدا، بعد كده في موقع ممتاز جدا اسمه ليرن تو اول، ده رقم 8 في التعلم، في تعلم الكمبيوتر رقم 8 في الوسائل اللي انا بعرضها لك لو انت عايز تتعلم كمبيوتر. www.learn2all.com. رقم 9 منتدى جامد جدا 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 كلنا بنستخدمه، برامج نت ما ننساهوش ابدا، ده هنلاقي عليه كتير جدا من البرامج اللي احنا بنستخدمها. شوف انا كتبت برامج غلط فهو هيجيبها لي صح هنا، بس انا مش عايز اكتب برامج، بس اكتب برامج نت. الموقع بتاع لينو تقول التعليم للجميع ده موقع ممتاز جدا،
بس هو الموقع ده بيشترط عليك حاجة بسيطة جدا، انك تعمل تسجيل، يعني انك مثلا انت دخلت عليه اول مرة اهو، عاوزك تسجل عليه، يعني ايه تسجل بايميلك، فانت هتقول له تستخدم جديد من هنا وتسجل، هتملى بيانات. ده طبعا موقع برامج نت اهو، على ما يفتح نكون احنا دخلنا في ليرن تو اول. هتكتب البيانات عادي، اسمك الاول اللي هو اسمك، واسم بعد كده اسم الاخير العيله، وبعد كده الوظيفه، تكتب الوظيفه، الشركه اللي انت بتشتغل فيها، تليفونك وعنوانك والبريد الالكتروني بتاعك، ولازم يكون البريد الالكتروني سليم. بعد ما تكتب البريد الالكتروني هنا، تروح تفتح البريد الالكتروني بتاعك، هتلاقي رساله جالك من الموقع ده، تضغط على اول لينك فيها، هيفعل لك الاشتراك بتاعك، يعني الاشتراك بتاعك يبقى فعال، بحيث ان هم طبعا بيبعتوا لك الرساله دي عشان يتاكدوا ان انت عندك ايميل، وان هم يقدروا يرسلوك، وان انت مش برنامج. انا ممكن ادخل سوفت وير على الموقع ده يخليني اعمل عدد لا نهائي من الاكونتس من غير ما يكون عندي ايميل، ومن غير ما يكون عندي حاجه، فموضوع الايميل عشان الموضوع ده اصلا. بعد كده باسورد، بس يكون من 6 ل 12 حرف. تكتب الباسورد تاني، المدينه اللي انت عايش فيها، الدوله اللي انت فيها، نكتب الدولة، النوع طبعا ذكر او انثى، وبعدين تقول له تسجيل. بس التسجيل بتاعه سهل جدا، تملى البيانات دي بالعربي، وبعد كده تقوم داخل. لما تيجي تدخل هتدخل ايه؟ هتدخل بايميلك. فانا هعمل تسجيل دخول دلوقتي بايميلي، واوري لحضراتكم اللي فيه. ده موقع برامج نت، هلاقي فيه بقى الحاجات الموجودة فيه، هلاقي طبعا في مكتبة الفلاش، سرعة الاتصال، هلاقي في حاجات فوق جميلة جدا، مكتبة البرامج لو انا عايز اخش، اقلب بقى في الكلام ده كله، المنوعات، المنتديات بقى. بص بقى في المنتديات، هتلاقي بقى منتديات على تصميم وجرافيكس، ناس بيحبوا التصميم، هلاقي هنا بقى يعني البرامج اول ما بتنزل ما شاء الله بيجيبوا البرامج، برامج جامده جدا، وكاتب لك كلمتين عن كل برنامج وايه مميزاته وعامل ايه الدنيا عامله ازاي معاه. اقسام المنتديات، اخش على اي قسم واسال او اضيف برنامج او اشوف اللي انا عاوزه من المنتديات، من المنتدى المميز ده جدا. بس هو طبعا هو اكتر ما يميزه موضوع ان هو بيجيب البرامج الممتازه والقويه وبيتيحها للمستخدم العربي، فدي حاجه، او بيوفر عليك عناء البحث يعني على الانترنت، بحيث انك تشوف البرنامج انت عاوزه. نرجع لليرن اونلاين، ليرن تو اول. انا الايميل بتاعي هخش بليرن اونلاين 1@gmail.com ايميل الرئيسي، وبعدين هكتب الباسورد بتاعتي، وبعدين اقول له دخول. بس لان انا كنت مسجل قبل كده. ده رقم 8 و9، ليرن تو اول هنقولهم على بعض في الاخر، ده رقم 8 وبرامج نت ده رقم 9. اهلا بك ابراهيم. كويس، ايه بقى بعد ما سجلت دخول اقدر اعمل ايه؟ اقدر اعمل اتفرج على الحاجات اللي فوق دي. فهلاقي اول ما اقف فوق هلاقي الويندوز، فهلاقي الويندوز بيشرح لي ويندوز اكس بي وويندوز فيستا، اظن حاجه ممتازه جدا ان هو يشرح لك الاكس بي ويشرح لك الفيستا. بعد كده الاوفيس، الاوفيس بتاع الاكس بي اللي احنا بنسميه اوفيس 2000 اهو مشروع. بعد كده اوفيس 2003، طبعا اوفيس 2003 في حاجات كتير جدا، الاكسل والاكسس والفرونت بيج والوورد والمايكروسوفت بروجكت والبابليشر والشير بوينت والفايزو، حاجات جامده جدا 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 يعني، وبرامج يعني لا يكاد يستغني عنها احد. بعد كده اوفيس 2007، الاوتلوك بتاعه، الاكسل والاكسس والباور بوينت والوورد. بعد كده الاي سي دي ال 7 وحدات، لو انت عايز تتعلم الاي سي دي ال او تخش الامتحان بتاعها تتفرج على الحلقات دي هتفيدك جدا. بعد كده اتعلم في 24 ساعه البرنامج ده، عامل لك مجموعه دروس المفروض انك يعني تتعلمهم ايه بسرعه بحيث تتعلم الايه البرنامج، فعشان كده بسميناها اتعلم في 24 ساعه. برامج هندسية، برامج هندسية لحد دلوقتي موجود اوتوكاد، بس طبعا اوتوكاد شرح لك من اول 2000، وبعد كده اوتوكاد 3 دايمنشن، وبعد كده اوتوكاد 2007. اظن اوتوكاد 2007 مشهور جدا يعني، يكاد يكون ناس كتير جدا بتستخدمه حتى من غير المهندسين. التصميم ومعالجة الصور، حطك برامج طبعا جامدة جدا في فوتوشوب والفري اند والاليستريتور، ودي برامج جدا جامده جدا تقدر تخش عليها وتتعلم فيها لو موضوع معالجه الصور والتصميم يهمك. برامج المالتي ميديا، هتلاقي طبعا الفلاش والثري دي ماكس وافتر افكتس والدايركتور، هتلاقي برامج ممتازة يعني، تقدر تشوف البرامج دي وتتفرج على مثلا اول درس او درسين من الموضوع، تشوف البرنامج ده مفيد بالنسبة لك انت عاوزه ولا لا، يهمك موضوع المالتي ميديا ولا لا،
ما يهمكش طبعا، انت عايز معالجة الصور طبعا، تصميم برمجة الويب اللي هو انت تعمل مواقع على الانترنت وتعمل برمجة للويب، والفلاش بيستخدم في الموضوع ده وازاي تستخدمه كده، والفاير ووركس، وطبعا برمجة الويب بال HTML اللي هي لغة البرمجة اللي اصلا النت كان بيعتمد عليه. ده منتدى موقع قصدي جامد جدا جدا، تعليم للجميع، وربنا يا رب يبارك في القائمين عليه، لانهم يعني عملوا جميع حقوق محفوظة لشركة التعليم للجميع. شركة التعليم للجميع يعني اظن يعني حاجة رهيبة جدا انها تعمل موقع بالجمال ده، لان هيكون مفيد جدا لناس كتير قوي. بعد كده اخر مصدر من مصادر التعلم هو موقع تعلم اللي هو الراعي بتاع السلسلة. طبعا انا على صلة بالقائمين على موقع تعلموا، وعلى خلاف دائم معهم بالنسبة لسياسة الموقع. يعني هما طبعا الموقع الراعي للسلسلة، والمفروض اصلا ان السلسلة اول ما الحلقة تنزل تكون موجودة على موقع تعلموا. بس موقع تعلموا بيواجه مشاكل كتير ادارية، مشاكل كتير في التصميم، مشاكل كتير في حاجات مختلفة. فهو الموقع دلوقتي على الشكل اللي انا شايفه النهاردة يوم 19/4/2009، بكلم حضراتكم 19/4/2009. فعلى الشكل اللي انا شايفه ده موقع تعلمه انا مش راضي عنه. وطبعا المفروض ان هو معمول صفحة للسلسلة، لكن لو جيت ضغطت عليها هتلاقي ايه؟ مش هتلاقي حاجة. فارجو يعني ان انتوا تدعوا معايا للقائمين على موقع تعلموا ان الوضع يتحسن، وان الموقع بقى يقوم ويقف على رجليه، وانك تكون عليه جميع حلقات سنة اولى كمبيوتر يا رب. طبعا كلنا نتمنى الخير للقائمين على موقع تعلموا، ويا رب ربنا يعينهم ويهديهم لانهم يخلصوا الشغل بتاعهم ويبدأوا فورا في تفعيل الموقع بشكل اكبر من كده، ويفتتحوا افتتاح فعلي بحيث يكون مؤثر، وبحيث يفيد المستخدم العربي. طبعا المنتديات المشهوره جدا والبتاع كلنا عارفينها، مثلا منتدى زي دي في دي فور عرب، المنتديات المختلفه مش عايز اذكر اسامي عشان ما انساش حد، بس انا قصدي المنتديات المشهوره قوي ديت هتلاقي عليها حاجات طبعا مفيده جدا في تعليم الكمبيوتر. ادخل واشترك واتعلم من خلال. خلاص انا قلت كان هدف تسجيل هذا الفيديو ان السلسله هتتعرض، انا متاكد ان السلسله هتتعرض لمشاكل، بمعنى ان انا هيحصل لي ظروف، ويحصل لناس تانية من اللي شغالين معايا ظروف، ونتيجة ده مش هقدر استمر بالمعدل اللي الناس عايزاه مني. طبعا في ناس بتتصل بيا واشكرهم جدا، اشكر كل واحد بيتصل بيا وبيطلب حاجة، لان ده شرف ليا ان انا اخدمك، ده شرف ليا مش تفضل مني عليك، لا ده شرف ليا. ف لما حد بيتصل بيا ويقول لي انا عايزك تشرح الحاجة الفلانية، الحاجة الفلانية انت اللي مش شرحتهاش، هو انت هتخش في كذا امتى؟ ده حاجة بتفرحني جدا وبحس بفعالية الناس، وكذلك بيبعتوا لي على الايميلات يشكروني وكده. طبعا في وسيلة مهمة جدا برضه، الوسيلة الأولى للوصول على السلسلة إنك تبعت لي ايميل. أنت لما تبعت لي ايميل، تبعت لي ايميل على learnonline1@gmail.com. كل فترة أنا بعمل ليرن اللي هو الايميل الأولاني ده، لو بعت لي رسالة عليه هتخش في قائمة مراسلاتي. فبعد كده أنا ببعت رسالة لكل الناس اللي بتصل بيهم، بتصل معاهم بالإيميل ده. أنت لو بعت لي رسالة هتسجل عندي، فبعد كده هبعت لك كل ما يطلع حاجة جديدة هبعت لك الجديد الأول، يعني الحلقات الجديدة الأول، وبعدين بعت لك بقية الحلقات بعد كده لو عايز تحمل منها حاجة تاني. فدي وسيلة من وسائل برضك التواصل معايا، learnonline1@gmail.com، لو أنت عايز تبقى إيه حاجة زي قائمة بريدية كده، بحيث ان انا يسهل ان انا ابعت لك الرسالة لو تحب كده. ممكن تبعت لي رسالة فيها اي حاجة بس ايه عشان تسجل معي. شكرا على حسن استماعكم، واتمنى ان الحلقة تكون مفيدة، واتمنى ان انا اكون قد وفقت في اختيار 10 مصادر من مصادر التعلم على تعلم الكمبيوتر على الانترنت، واهمهم على الاطلاق طبعا جوجل، وبعدين اليوتيوب، وبعدين عرب هاردوير، وبعدين مشاغب، وبعدين مدونة انا عربي، وبعدين مدونة لسان الكمبيوتر، وبعدين حسابي على الفول شير، وبعدين ليرن تو اول موقع ليرن تو اول، وبعدين منتدى برامج نت، وبعدين موقع تعلم. طبعا ده مش ترتيبهم، وطبعا فوق كل جوجل اكيد، يعني رقم واحد في ده كله جوجل، مصدر التعلم على الانترنت، مصدر التعلم الاول على الانترنت هو جوجل.
بس ما اتعمدتش ان انا ارتب الحاجات دي ترتيب معين. اول حاجه طبعا جت في دماغي جوجل، بس ما اتعمدتش ان انا ارتب الحاجات الموجوده دي ترتيب معين. وارجو ان الجميع القائمين على السلسله ربنا يوفقهم ويعينهم، وارجو ان حضراتكم تتابعونا ان شاء الله، وتصبروا علينا لو حصل مشاكل او السلسله تعطلت لفترات، وتعرفوا ان السلسله يعني عمرها طويل، بمعنى ان هي هتحتاج شغل كتير، وهتحتاج فترات طويله، شهور بل سنين، لان احنا نغطي الجزء اللي احنا بنهدف اليه. فانت تابع السلسله قد ما تقدر، وتعلم منها زي ما انت عايز، ولكن في نفس الوقت ما توقفش على السلسله. مش بمعنى ان احنا مش لو احنا ما علمناكش حاجه الفلانيه او ما نشرناش حاجه الفلانيه انت ما تعرفهاش، لا، الحاجه اللي انت تحتاجها خش على جوجل ودور، خش على اليوتيوب ودور، خش على ابعت لي، ابعت ل مثلا الاستاذ ياسر ابو العلا، ابعت ل كذا اللي عندك مصادر كتير، لان كلنا متعرض لظروف وكلنا ماشيين بمعدات معينه، وقد تكون المعدات دي مش مناسبه لحضرتك. شكرا ليكم على حسن سماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.